بصراحة ما معي حق كاسة الشاي. لا يا حسن، ليش مين طالبك فيها؟ هاي ضيافة مني ولو؟ أنا من يوم يومي ما بحب الضيافة، ما بتنزل بحلقي، ما بتكوت على معدتي. طيب بدي أسألك سؤال. تفضل. إذا استحليت تفاحة أو حبة بندورة من عندك، راح تزينها وتاخذ حقها؟ يا باطل عليك يا أب خالد، البسطة كلها حسابك. ها؟ وكاسة الشاي من قهوتي نفس الشيء، فليش بتحلل لحالك وبتحرم على غيرك؟ لا، هي غير هي. لانه انت معك حق البسطه تبعي، بس انا ما معي حق كاسه الشاي تبعك. لك نحن اخوي يا حسن. والله اخوي، وعلى عيني وعلى راسي. اهل حارتي صرتوا تعرفوني، اتركوني بحالي، انا هيك اعلي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. ايه حسن افندي، سمعت انه عندك بسطه بنص الحاره عم تدر لك ارباح كثير كثير. وهالارباح يا حسن عليها ضرائب، وحضرتك ما عم تدفع شيء. لانه ما عندي قدره ادفع لك ضرائب يا باشا. مظبوط، انا عندي خضره بنص الحاره، بس ارباح الخضره يا دوب عم يطلعوا لي اكل وشرب الي ولمرتي ولاولادي، وانا اساسا هاي البضاعه كلها اخذها بالدين، يعني مصاري ما معي ادفع منوب. ما زالك ما معك تدفع. ليش رافع مناخيرك للسماء؟ ليش ما عم تقبل مساعدة من الناس؟ هلا عزة النفس والترفع عن الطلب من العباد صار اسمه رفع مناخير وشوفة حال؟ هلا ابني من هالكلام الطنان الرنان يلي ما بيطعم يخبز. عليك ضرائب بدك تدفع، وأنا رأفة بحالة خففت لك نسبة الضرائب، ومن هون لشهر إذا ما بتدفع يلي عليك من الضرائب بتقيم البسطة من الحارة. إذا هو مو حابب يساعد حاله، شلون نحن بدنا نساعده؟ لك حسن، رجال معدل وقبضاي، يا أخي عنده عزة نفس مو طبيعية، ونحن لازم نساعده مشان ما يحس بالإهانة. ما يحس بالإهانة؟ أيوة. إيه ما فهمتها، هي عرب لي إياها شلون يعني؟ يعني بندفع عنه الضريبة للباشا، ومنقول له للباشا ما يخبره، وهون حفرنا وهون طمرنا. خليكي معي، أنا ما إلي غيرك. الأولاد اللي جوا مين بده يربيهم؟ ما لهم غير أمهم. يعني أنا من وقت ما جوزيني بتعرفي إنه أنا هيك طبعي، ما بحب آخذ شيء من حدا. يعني كيف بدي أشرح لك إياها؟ أنا كبريائي ما خرج ينجرح. كبريائك ما بتقدر انه ينجرح. لك نحن يا حسب الفقر اللي عايشينه كبريائنا عم ينهام باليوم الف مره. لك نحن لو معنا مصاري ما حدا بيقدر يهيننا ولا حدا بيقدر يذلنا. لك حتى الزمان ما بيقدر يقرب علينا. بس انت عايش بجو الفقر، عم تغرق وتغرقني معك، ولسه عم تحكي عن الشرف والعفة. خلاص حفيفة، مشان الله اعطيني فرصة، آخر فرصة. والله العظيم لحاول غير من حالي. خلاص والله لأخلق مصاري خلقة، والله لأخلق شغل جديد، بس طولي بالك علي. لك أنا هيك عقلي صعب، عقلي صعب يعني مو بإيدي، أنا هيك الله خالقني. لك يا حسن، كل العالم بتطلب مساعدة من كل العالم، بس انت مشكلتك ما عم ترضى حدا يساعدك حتى بالتفكير. وحدي الله حفيفة، وحدي الله. ها، وحياة هدول لحاول اني غير من حالي شيء، وحياة هدول عمل لي خلاص. رجعي على غرفتك، رجعي لعند اولادك، روحي خلاص. لا تجي انت والزمن علي، مشان الله عم اقول لك. خير 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 خير. ليش عم تضبضب بضاعتك؟ بدك تمشي؟ والله يا ابو لمعي بدي اروح على مكان ما في ضرائب للباش، هي من الاخر. ليش ما بتبقى هون؟ شلون بدي ابقى هون؟ ما معي مصاري ادفع له ضرائب، الضرائب كسرت ظهري، ما معي مصاري، ما بوفي معي، الديون غرقان فيها لفوق راسي، خليني اروح مشان الله. بس ضرائبك اندفعي. شو عم تقول يا ابو لمعي؟ حسن نزل ايدك.
اجا مين دفع الضريبة عليك وراح، ولا تسألني مين لأنه ما بعرف. مين دفع الضرائب عني؟ عم بسألكم جاوبوني مين دفع الضرائب عني؟ لك مين دفع الضرائب؟ أنا ما شحات، أنا ما سمعت لكم. ها أوعى أوعى زي هالزلمة على كلامتي، لا تحسسوني إني صغير، أنا كبير ماني صغير. أوعى أوعى أنت وياها، أوعى بيك ادفعوا عني، لك بيك ادفعوا عني حسن، بيك ادفعوا عني الضرائب. اهدى حسن، اهدى بعد عني هيك. لك يا حسن ما بصير هذا اللي عم تعمله. لك كلياتنا بنمر بظروف صعبه ونكون محتاجين. لك رب العالمين ورسوله الكريم امرونا ان نكون سند لبعض. اسمع حسن، نحن دفعنا الضرائب عنك بس ما بدنا نقول لك، لانه نحن بنعرف انه انت نفسك عزيزه وانت واحد رجال وقبضاي، بس كمان نحن نفسنا عزيزه، واي واحد بالحاره بينزنق لازم نوقف معه. مو هيك بتبهدلنا؟ سيدي انا ما بدي حدا يوقف معي، انا اذا ما وقعت مع حالي ما بدي حدا يوقف معي. حسن اهدى، ما بدي اهدى. حسن الباشا بدي اشوفك، اخي ما بدي اشوفه للباشا. امشي لا معي، امشي ان شاء الله. لا خلصني با، بكوني معاي. امشي با، بكوني معاي. امشي. اللي شفته من اهل حارتك غريب وعجيب ونادر، لك كلهم حابين يساعدوك بدون ما تعرف مين اللي ساعدك. قديش معناتها انت شريف ونزيه؟ والله يا باشا كلامك على عيني وعلى راسي، بس انا ما بطلع شيء قدام اهل حارتي. اهل حارتي احسن مني بألف مره، كل عمرهم بدهم يساعدوني وكل عمرهم بدهم يوقفوا جنبي، بس انا ما عم بقبل. انا هيك مو بس ما عم بقبل، لك عم بكسر خاطرهم كمان. بس انا هيك الله خلقني، عقلي صعب، ما بحب اخذ قرش من حدا، بحس حالي عم بستغل حاجتي قدام الناس، بس انه هذا القرش مو حقي، حق الناس عم باخده. انا هيك ما بعرف، الله خلقني هيك، عقلي صعب، عقلي صعب. ونكايا فيه كسرت رزقك قدامه وخليتهم يزعلوا منك، مو هيك؟ طيب حابب تعمل عمل تصالحهم فيه وترد لهم المعروف تبعهم؟ اي والله يا باشا يا ريت. شوف يا حسن، أنا قسمت بها الحياة قلة ثقتي بالناس. كل ما حطيت واحد على خزائن المال تبعي بحسه عم يسرقني، مو بحسه، بيكون عم يسرقني. وأنا سمعت عنك إنه أنت عفيف ونزيه وشريف، فما لقيت حدا غيرك حطه على خزائن أموالي واعطيه راتب منيح وكبير يغير له كل احواله. شو رايك؟ انا هيك ما بكون فرحتهم لاهل حارتي ولا بكون رديت لهم جماهيلهم. هي تاني اختبار بتنجح فيه. الاختبار الاول وين ضيقت عليك بالضرائب، فضلت تترك شغلك وما تمد ايدك لحدا. الاختبار الثاني انه وقت عرضت عليك هالشغله هي ما ابديت ولا ردت فعل فرح. قديش انت نزيه؟ بصراحه يا باشا انا هلا ما عم فكر غير بالكسره الخاطر اللي سببتها لاهل حارتي. ما عندي هم الا رد لهم جماهيرهم وبس. اذا رضا اهل حارتك بيخليك تكون مرتاح. طيب شو رايك توافق انه تستلم خزائن المال؟ بهالحالة هي ترضيهم تعطيهم اللي بدهم اياه. شايفة يا عفيفة؟ هي رزقة بعت لي اياها رب العالمين من غامض علمه. قلي لي كيف؟ كيف؟ هذا يا ستي الباشا حيني امين على خزنة الحارة واعطاني دفعة من اجرتي الشهرية. ابن عمي اذا هي دفعة لكن قديش اجرتك؟ الباشا بيعطي اجار شهري عالي لامناء الخزنات، من شان شو؟ من شان ما يسرقوه. بس كل الأمناء اللي قبلي سرقوا واستفادوا منه. ايه بس انت مستحيل تعملها. اعوذ بالله، انا مستحيل طعمي اولادي من قرش حرام، انت بتعرفيني منيح. بعدين انا هدول المصاري والمنصب والاجار العالي كله مو مفرحني. انا اللي مفرحني الشيء اللي بدي اقدر اقدمه لاهل حارتي، مساعده الباشا طبعا. شو بو حسن؟
ومين هدول اللي معهم؟ يستر عرضك تركنا منه، هلا بيطرقنا بهدله قياما وقعودا، هيك متعود يكافئنا عمي. السلام عليكم. لا يا قبضايات، مو الاجاويد اللي مثلكم اللي ما بيردوا السلام، ولو الله يسامحكم. انا بعرف اني غلطت معكم وبعرف اني ما قدرت ساعدكم، بس يكون بعلمكم فضلكم على رقبتي ليوم الدين، وانا ما برد المعروف بالحكي، انا برده بالفعل، لانه بالفعل بيطلع اصدق. انا جايب معي هدول الشباب من عند الباشا منشان يرمموا كل دكاكين الحاره بما فيها القهوه، وكله ببلاش، ها؟ ومنشان يكون بعلمكم انا هيك ما بكون وفيت الدين، لانه ديكم كبير ما بينرد بسهوله. انا جبت لكم قرار من عند الباشا تخفيض نص الضرائب عليكم، الضرائب اللي كانت كاسره ظهركم، يلي كانت تسرق تعبكم، راحت باذن الله. منشان هيك انا بطلب منكم قدام كل اهل الحاره، قدام كل الخلايق، ان شاء الله تسامحوني، سامحوني وحقكم علي. انا من هلا وطالع استلمت امانه خزنه الحاره، من شان هيك بدي اعيش هاي الفرحه انا وياكم. انتوا اهلي، انتوا اهلي وانتوا احبابي، سامحوني، سامحوني ان شاء الله. لك الله يحيي البطن اللي حملك، لك مسامحينك ليوم الدين. ريتو الف مبروك، والله انك تستاهل. الله حيو الزلم، الله حيو الرجال. شرف عمي شرف. مع اني خفضت الضرائب للنص لاحظت انه اموال الخزنه كل ما لها عم تزيد، شو السر يا ترى؟ السر يا باشا انك لما خفضت الضرائب صارت الناس كلها عندها قدره انه تدفع، منشان هيك ما حدا عم يتهرب، الخزانه امتلت. لا مو هذا السر، السر انه انت ما عم تاخذ شيء، السر انه انت ما عم تسرق، والسر كمان انه انا حطيت الرجل المناسب بالمكان المناسب. بدي اسالك سؤال، ما حسيت حالك يا حسن انه انت مو مستفيد من هالمنصب ها؟ ما حسيت حالك انه انت عم تخسر؟ لا يا باشا، العفه بحياتها ما كانت خساره. برافو عليك. لهالسبب لحطك أمين على خزائن الحارات كلياتها، ولعمل لك راتب أضعاف الرواتب اللي كنت عم تاخدها، لأنك بالفعل شاطر، أنت الشاطر حسن. قسما بالله العظيم ما رح كل وما رح مل لحتى ألقطه لهذا ابن الحرام يلي سرق ذهباته لمعلم ينخلعه بالخنجر. قسما بالله العظيم يا حضرة اليوز باشي، مستحيل أنا أعمل هيك شيء. أيوه، بس نحن الاخباريه اللي اجتنا انه انت اللي ضربت معلمك بالخنجر. حضرة اليوز باشا، هذا اللي خبركم هذا الكلام كذاب ابن كذاب. معلمي ابو العز انا بحبه مثل ابي، مثل ابي واكثر. قسما بالله العظيم ما بيكون علي اجرح طفره، مو اجرحه بخنجر. طيب قل لي ليش معلمك راح الدكان قبل ما يفتح السوق بساعتين؟ ليش؟ لانه معلمي كان جايب بضاعه جديده وبده يعمل تصفايه لحساباته بالقبايش، قام اجى قبل بساعتين مشان يلحق السوق قبل العشاء. انت ما رحت على الدكان؟ لا والله يا حضرة اليوز باشي، راحت علي نومه. قلت لي راحت عليك نومه؟ ولهلا نعسان لساتي. ايوه يعني انت ما رحت على الدكان، وانت ما ضربت معلمك بالخنجر، وانت ما
ما بتعرف مين اللي ضربه لمعلمك بالخنجر؟ لا والله العظيم ما بعرف. طيب في عندك حدا بيشهد انه انت ما طلعت برات البيت؟ والله يا حضرة اليوزباشي ما عندي حدا يشهد، لانه انا زلمة يعني مقطوع من شجرة وحداني، عايش لحالي، ما عندي غير رفيق واحد ابن حلال وابو ضاي بيسأل عني، هو حمدي. ماشي شو معلم؟ بدكم تحبسوني؟ شو نحبسك؟ بدي العب انا وياك ضغط طاولة. يا عسكري ايش حطوا لابو ضاي؟ ولا حفرة ولا حفرة. ايه سيدي احكي لي لاشوف عن عبده. شو بدي احكي لك يا سيدي؟ شو بدي احكي لك؟ احكي لي كل شي بتعرفه عنه وعن علاقته بمعلمه ابو عزو. يا سيدي الامانه علاقته بمعلمه ما كانت منيحه ابنه، يعني معلمه كان دائما ياكل له حقه وما يعطيه اجرته كامله، هذا غير تسميع الحكي على الطالعه والنازله. ايوه بس عبده قال لي انه كان يحب معلمه كثير ومعلمه بيحبه. يا سيدي شو بده يقول لك لكان؟ يعني شلون بده يغطي على فعلته اذا ما هيك حكى؟ شايفك عم تعطي كثير على رفيقك، شو القصة؟ سيدي انت طلبت مني احكي وانا ما بحب الغلط والظلم، يعني وعبده غلطان. طيب انصرف وقت اللي بدنا اياك ونبعث وراك. تفضل. امركم سيدنا. يعني يا حضرة الوزباشي، هلا ما لقيتوا غير هالولد عبده اللي بيشتغل عندي لحتى تتهموه وتحطوه بالحبس؟ يعني قصدك عبده ما ضربك بالخنجر؟ نوب نوب ولا له علاقة، لأنه اللي ضربني أطول منه وأسمن منه. أنت متأكد؟ لك والله متأكد، مثل ما لي شايفك حضرة الوزباشي، فمشان الله طالعه، أنا ما بحب حدا ينظلم بسببي، دخيلك. طيب انا رح طالعه على مسؤوليتك انت، بس رح كمل التحقيق مثل ما بدك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. جيب شاي يا ابني. ايه امنا. السلام عليكم يا صاحبي، قسما بالله العظيم اني اشتقت لك. وانا كمان والله اشتقت لك. امتى طلعوك من الحبس؟ هاي طلعتي من الكركوك. وشي لعندك مباشرة، قسما بالله ما شفت حدا غيرك. ايوه. شلون طلعوك؟ معلمي ابو العز الله يطول بعمره، أول ما طلع من الخستخانة فوراً راح الكراكول لما عرف إنه اتهموني، قال لهم هذا الزلمة بريء وما دخله وطالعني فوراً. يعني نفذت منك؟ الحمد لله رب العالمين، رب العزة والجلالة نفذني منك. بس بعرف قسماً بالله العظيم ما رح كل وما رح مل لحتى ألقطه لهذا ابن الحرام يلي سرق ذهباته لمعلمي وخلعه بالخنجار. لك إلا ما ينعرف. إيه والله إلا ما ينعرف. شو حمدي؟ كأنه ما بدك تشربنا شاي. لعيونك أحلى برات شاي. الله حياك. السكاكين عم تقطع. انا رايح على الخستخانة. لك وين؟ خليني روح انت اقعد ارتاح يا ماما. سلام عليكم برجع لعندك من جهه. شو ضربوا ها؟ يا سيدي ضربي ست ما يرد بالنايس.
محافظة اليوز باشي أنا عرفت مين اللي سرق الذهبات وضرب معلمي بالخنجر. مين؟ هي هي القماشة اللي رف فيها السرة. شو يا حمدي؟ شايف طلعت أنت الحرامي؟ أي سيدي أنا الحرامي. أنا اللي سرقتك أبو عزو. وأنا حطيت له منوم لعبده لحتى ما يكون بالدكانة ودي يجي لعندك. شو بتكون يعني؟ طلع عايش بالفقر والتعتير طول عمري؟ على شو؟ عم بشتغل إجير عند العالم. يا دوب اشبع لقمة الخبز، كري بيتي ما بعرف شلون بدي ادفعه، صار عمري هالعمر بقدر اتجوز. اصلا ما بسترجي فكرني بدي اتجوز انا. انا بسترجي دق باب حدا قول لهم اعطوني بنتكم، على شو بدهم يعطوني؟ على هالعيشه اللي بتاخذ العقل اللي عايشها. شحطوا لشوف. شحطوا على الكراكون لربي لهالمجرم الحرامي، شحطوا! يا محمي ان شاء الله سامحني. هلا شو بدي سامحك لك ابني؟ ليش انت شو عملت؟ انا اللي قلت له لحمدي انك عم تجيب الورده من اسطنبول، وانا غلطت لما قلت له انه رح نفتح الدكان قبل بساعتين. الله يهديك ويسامحك، بس انا بعرف انه انت نيتك صافيه. الله يخلي لي اياك يا محمي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يطول بعمرك يا معلمي ويخلينا ياك. هاي الحرمة اللي قدامك بتسوى 100 رجال له شنب، وبكره بنتحاسب وبتشوف. اصلا لو عندك رجال ما بشوف خلقتك هون. انا بفرجيك يا نصاب يا حرامي، تفو عشواربك يا حرامي. دربي ست ما يرد لك يا اختي. يا بنت حلال، يعني عدم المؤاخذه انت بنت هي الحاره، وبتعرفي انه بحده غلوجي واغلى من غيره، ليش تروحي لعنده؟ يعني سيدي عدم المؤاخذه، اذا بحده غلوجي ونصاب نحن منشد على ايده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اكيد اكيد لا، اكيد لا اختي، ما منشد على ايد الظالم. سيدي أنا كمان ما بيهون علي يحكوا عليك ابنه. يحكوا علي أنا؟ ليش عدم المؤاخذ؟ أنا شو دخلني بأبو عدو؟ سيدي أنت مو رئيس الكراكون ومسؤول عن الحارة من بابها لمحرابها، مو بتوقف جنب المظلوم وبتنصر الفقير. إيه طبعا إيه لكن؟ يبقى أنا يا سيدي وحدة مسكينة وجاية قاصدتك بعد رب العالمين، تحب توقف جنبي كتر الله خيرك، إذا ما بتحب توقف جنبي إلي الله. لا روقي يا أختي روقي وصلي على النبي، إن شاء الله كله بينحل وكله بيكون على خاطري، بس أنا إلي عندك طلب صغير. شو هو سيدي اللي بتقول؟ إن شاء الله ما بيمر عليك لا ظالم ولا محب. بدي تحكي لي القصة من طقطة. السلام عليكم. إيه تكرم عيونك سيدي. أنا رحت لعند أبو حدو. مسعود شو بك؟ شو صاير له؟ مهموم وما أنك شايف حدا قدامه؟ والله يا زعيم ما بعرف شو بدي أقول لك، والله عايف حالي ومالي عرفان شو بدي أعمل، الهم راكبني ركب. لك أحكي شو يلي همه؟ الفقر، الفقر ذبحني ذبح، ومالي عرفان شو بدي ساوي، ومرتي بالبيت على نار ونير أنا وياها، إيه داخل أمن الفقر؟ وشو بدي ساوي؟ هذا اللي الله كاتبه. لك بسيطة بسيطة، النسوان كلهم هيك، بعدين يعني الواحد يعني بده يدعيلهم شوي، تعب وولاد وشغل، بدك تطنش. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله مطنش، وعم أقول إلا ما يجي الفرج، إلا ما يجي الفرج، إيه بس إيه ما في جدوى، لقي الله وكيلك عم بفتح طول النهار الدكانة، لقي ما عم فوت عندي زبونين وعايفين حالهم أكثر مني، ويا دوب اللي عم طلعوا ها؟ جيب في رغيف خبز. شو هالحكي؟ لك الدنيا رمضان والناس أكلها بيكتف.
ولك انا اللي مجنني انه دكانه ابو حده لك ما بتفضى بالمره، طول النهار الزباين فيها، مع انه بضاعتي نفس بضاعته، وغير هيك بضاعته اغلى من بضاعتي كمان. يمكن لانه دكانته اوسع واشرح. ايه بس اخلاقه ما لها منيحه بالمره، لك ايه بيجاكر زباينه مجاكره، لك وغير هيك بيقنصهم كمان وبيضلوا بيرقدوا لعنده. عمي مسعود الرزاق الله عز وجل، هاي رزق ما لها علاقه بزلمه وسعر ودكانه. لا اله الا الله، اعوذ بالله عمي، انا لا عم بحسده للزلمه ولا عم ادي عيني عليه، الله يرزقه، بس يعني الله وكيلك انا مقهور على حالي. لا تاكل هم، رزقتك بدها توصلها، واذا لك نصيب بشي ما حدا بياخده غيرك. لا اله الا الله، الله يسمع منك يا زعيم. تفضل عمي. غير مره يا زعيم، غير مره. يلا بخاطرك، سلام عليكم. وعليكم السلام. الله يفرج على البنات. السلام عليكم. اهلين بحضرة اليوز باشي. شو يا ابو حدو؟ عم تجي عليك شكاوي انك انت عم تغش وبتنصب على العالم. انا اعوذ بالله، منين هذا الحكي؟ شو لك انا؟ الناس عم تتبلاك؟ اذا قصدك عن هي الحرمة، ايه سيدي عم تتبلاني؟ يعني بدك اياها تاخذ غراض وما تعطيني حقي؟ لا، خذ حقك. بس كمان انت لازم تعطيها حقها. وبالمناسبة هي مو اول شكوى بتجيني عليك. منين هذا الحكي سيدي؟ انا ما علي ولا شكوى. بلا مثل ما عم بقلك، في شكاوي كثير عليك انك انت عم تبيع بسعر اعلى من السوق، وشكاوي تانية انك انت عم تلعب بالميزان. ايوه خير. شوفي شو القصة؟ شوفت عينك يا زعيم، في عندك مشاكل بالحارة وانا جاي لهون لحلها. شو اللي عم بسمعه حدو؟ شو عامل؟ الله وكيلك يا زعيم، كله اشاعات باشاعات. هي الحرمه عم تتبلاني. اسمع منيح يا ابو حدو، انا ما في شيء بيني وبينك لحتى اتبلاك، انا اجيت لعندك غليت علي بالاسعار وبهدلتني وقلعتني بدون حق. شو ابو حدو؟ صحيح الحكي؟ شو بنا زعيم؟ عم اقول لك هي عم تتبلاني. شو يا جناب اليوز باشي؟ كيف بدنا نعرف الحق من الباطل؟ أنا يا زعيم مستعد أحلف على القرآن الكريم إنه ما كذبت بولا حرف، والله شاهد. بعد إذنك جناب اليوز باشي، خلينا نروح لعندي على البيت وهنيك بنتفاهم، حاجتنا جرسة هون. ماشي موافق. وأنا شلون بدي أعرف إذا هالغشاش بده يحكي الصدق بغيابي أو لا؟ صلي على النبي يا بنتي، صلي على النبي، ما بيصير غير الحق. خلاص أختي، انتي روحي على بيتي وانا ببعث لك حدا وبخبرك شو صار. ماشي سيدي، الله يكون معكم. الله معك. شرف جنابك. شرف يا زعيم، شرف قدامي يا ابو حدو. شرفوا يا ابو حدو، الايام فضيله وما بيجوز اللي عم تعملوا مع الناس. شو عملنا زعيم؟ كل ما هنالك طالبنا بحقنا. بس انت عم تاخذ زيادة يا ابو حدو، زيادة كتير كمان، وهذا الشيء ما بيجوز. وانا بالنسبة لإلي كل افعالك ونواقصك بعرفها، بس انه هاي الافعال توصل للكركون، لا، هذا الشيء بحارتي ما برضاه بنوب. زعيم من بعد اذنك انا عندي كلمتين بدي احكيهم احسن من عشرة. تفضل تفضل جنابك. أنا رح أعطي أبو حدو وكل التجار والعطارين اللي بالسوق كيلة وحدة. كل حدا عنده ميزان أو مكيال رح يزين بهي الكيلة اللي أنا رح أعطيها، وهي الكيلة رح تكون نص رطب. وليش هالكيلة مو غيرها؟ هاتوا لشوف. لأنه هي الكيلة يا أبو حدو رح تكون ثابتة بين كل تجار السوق وأصحاب المحلات. ما حدا رح يقدر يغش فيها، قياسها رح يكون ثابت ووزنها معروف عند الكل، وهذا الكلام بيضمن حق البايع وحق الشرة، واللي ما رح يلتزم بهذا الشيء رح يشوف شيء ما رح يعجبه بنوب. سمعت يا ابو حدو؟ سمعت شو قال جنابه؟ يلي ما بيلتزم رح يشوف شيء ما بيعجبه، وبدنا نلتزم بالكيلة. ايه سيدي، اعتبرونا صرنا بقلب الكيلة. على إذنكم، مع السلامة.
مشان الله ما تواخذنا جنابك. والله هيك شكيله مخجلينا بهالحاره. اي والله ما تاكل هم زعيم، انا بعرفك وبعرف اصلك الطيب، بس هذا ابو حدو مشكلته عويصه، الطمع اكله اكل. الله يعطيك العافيه يا رب. شو طمني ابو حدو؟ اعطوك الطاسه لإلك؟ الله لا يبارك لون. ايه لا لا لا، لك ليش هيك عم تحكي لك ابو حدو؟ ايه والله هالفرمان اللي طلع ايه ما في احسن منه، يعني الواحد هيك ايه ما عاد يغش. وانت ليش جاي لعندي؟ ما تروح تتسبب دكانتك؟ شبنا ابو حدو ليش هيك عم تحكي معي؟ الله يسامحك، يعني انا جاي اطمن عليك. تطمن عليك العافيه، فرقنا بريحه طيبه. يلا الله يرضى عليك، عندنا شغل. امرك مثل ما بدك، اصطفل براحتك. حليق السلام عليكم ابو حدو. الله لا كان جاب الغلا، شو جابك لعندي؟ جاي اشتري غراض، ليش مو جنابك عطار؟ عطار وبطلنا نبيع، ما بكفي خربتي لي بيتي؟ ايه؟ إذا ما بدك تبيعني براحتك، بس أنا بروح لعند اليوز باشا عصام وبقول له أبو حدو ما بده يبيع. ايوه بشكيكي لواحد أحد. شو بدك؟ بدي شوية كركم وزعفران وورق غار، وبدي كمان حط لي شوي من هدول الوردات الميبسين. وشو كمان بدك يا حنا؟ شو كمان بدك؟ ايه صابون الغار. لك انت ما بتخاف الله؟ بتضبي لسانك وبتنقلع من هون مشان ما يقولوا ابتلى بيحرميها. لك ما بتستحي على حالك؟ لك عم تاكل مال حرام يا قليل الوجدان والضمير. خير خير يا اختي، شو صاير؟ مبينه زعيم، مبينه اكيد قانص لشي قانص على الحرمه. لا ماني قانص لي ولا امس على الحرمه. زعيم هاد ابو حدو رجع يغش وياكل مال حرام. شو يلي عم اسمعه؟ الله وكيلك يا زعيم، اجيت لعنده اخذت منه هالاعشاب وحاسبته ورحت على بيتي قلت يا بنت زينيه زدتن طلعوا ناصي. لا سيدي هذا الحكي تبلي، انا زاينن هون وطلعوا على البيكار. زعيم ليكن هن مثل ما هن، خذوا زينن. شو عم يصير هون؟ هذا باليوز باشي الاخت هون عم تشتكي على ابو حدو. شو رجعنا يا ابو حدو؟ على شو رجعنا؟ على شو رجعنا؟ على الوزن. هاتي اختي هاتي. تفضل زعيم. اعطينا الطاسه اللي وزعناها عليكم. شبنا ابو حدو وين صفنا؟ الطاسه اللي وزعونا اياها وينها؟ ولك عم نقول لك الطاسه، الطاسه وينها؟ ما انا هون. وين الطاسة؟ ضايعة الطاسة. وضل يلحقني هالابن الحرام من محل لمحل وما كان يتركني بحالي. لك وشو صار كمان؟ اللي صار انه قدر يكمشني وكان بده يعمل عملته الوسخة معي. يا باطل. ايه والله، بس انا وقفته عند حده وخليت دمه يسيح على الأرض وما قدر يلمس شعرة من راسي. لك الله محيي البطن اللي حملك. الله يعزك. اسمعي يا أختي، من هاللحظة بتعتبري هالبيت بيتك، وأختي بسبر أختك، واللي بدك يا بصير، وأنا بقضي ليلي ونهاري بالبواكية، واللي بدك يا أنتي من هالبيت بصير لك. ما بتقصر، بس أنا إن شاء الله بس تهدى الأمور برا رح أرجع على حالتي. إيش كان بدك ترجعي على حالتك وتخبريني؟ أنا براسي بروح بوصلك. ما بتقصر. ما لقيتوها؟ هذا اللي صار يا سيدي. ما لقيتوها. بتعرف ليش ما لقيتوها؟ لأنه بالكراكون ما عندي عناصر، عندي حمير بتشتغل من أفا إيدها، هات إيدك والحقني. الله يسامحك يا سيدي. يالله لا يسامحني. لك شلون حريمة؟ شلون حريمة بتنفذ من إيدكم؟ لا وما بتعرف وين متخباية كمان. والله العظيم يا سيدي ما بعرف شو بدي هلا. طبعاً ما بتعرف بدك تقلي، ما عندك حكي. اسمع لك معك أسبوع، إذا ما بتكون هاي الحريمة اللي اسمها سلاف موجودة عندي بالكراكول لا تطلب إلا نفسك، عم تفهم؟ عم أفهم سيدي. أرجيني عبد كتافك. حاضر سيدي. أنا لا يهتم ولا بيعرفوا وين متخباية.
لك ينصر دينك يا سلف، ما قصرتي فيه. ايه مشان يعرف، مشان يعرف هو وكل واحد واعطي مثله انه مو كل البنات بيتاكل لحمه. ايه والله انا لو محلك مو بس بقتله، كنت قطعته شقف ونتف ورميته للكلاب الداشره لهالابن الحرام. بيستاهل هالواطي. سلا هلا خلينا بالمهم، بيقول لك اخي المواس طلع من البيت هالفتره ما في. ليش شو صاير؟ الحاره كلها مقلوبه عليكي، والدرك العصمان اللي عم يدور عليكي بالسراج وبالفتيله، وخصوصي ان القصه لساتها سخنه. انت شو عم تقولي؟ مثل ما عم قلك هذا اللي صار، وانا رح ضل معك هالفتره بالبيت، لا رح فوت ولا رح اطلع، واخي المواس رح يصير ينام بالبوايكيه وما بيجي على البيت الا للضروره. الكركون قايم وايد، واليوز باشي جاني جنانه، بده البنت عايشه ميته بده يعرف وينها. والله يا مختار هذا اليوز باشي مو عارفان انه بده يجيب اخرته. قبضاي يعني كأنك عم تقلي إنه أنت بتعرف وين البنت. مختار أنت بتعرف إنه أنا ما بخبي عنك، البنت عندي بالبيت وعند أختي جميلة. شو الحكي؟ شو بدك تعمل هلا؟ بدنا نحميها مختار، هي البنت صارت أمانة برقبتنا، بدنا نحميها لو كلفنا الموضوع أرواحنا ما رح نفرط فيها. أصيل يا أبضاي أصيل. من بعدك مختار. يا الله لا يوفقك، أنا من البيت فوقاني تحت رأيي، ما شفنا هلاي اللي اسمه سلاف عم يدرسني ولا عم يدرسنا؟ لك يا سيدي الله يطولنا بعمرك، انتوا ربيتوني من كنت هيك لحتى صرت قد الجحش. شي مره جبت لك خبريه مي مزبوطه، عم اقول لك الله وكيلك سمعتهم بإذني هي، بإذني هي اللي بدي اياك للدود، سمعتهم عم يحكوا عليها. وسيدي حتى بالعلامه في هذا مواس اللي عامل حاله قضاي، سمعته عم يقول المختار انه المخلوقه موجوده عندهم بالبيت ومخبيه عند اخته. شو كان اسمها؟ جميله. سيدي جميله. عند اختك جميله؟ اخته لمواس سيدي مو اختي. اختي لمواس قاعده عندها، تقعد صخره على صدرك. الله يعزك سيدي. انقلع من هون. امرك. انقلع لك انقلع انقلع. امرك سيدي. قاعده عنده وعند اخته يلي مجنني يا مختار انه بكل الحاره ما تفتش غير بيتي انا. روي يا بضاي روي، المهم القصة مريت على خير. أنو خير مختار؟ أنو خير والحارة فيها داسوس؟ داسوس؟ إيه مختار، الحارة فيها داسوس عم ينقل أخبارنا للكركون. مين برأيك الداسوس؟ ما بعرف والله العظيم ما بعرف، بس قسما عظما إذا بلقطه بعرف مين هو، لا اشخطه بنص الحارة، سيح له دمه واشرب منه. مختار الطحش اللي بيشتغل عندك من وين جايبه؟ شو منين جايبه؟ والطحش فقير درويش مسكين، جبته لعندي شفقة عليه. لا يا سلاف شو هالحكي؟ والله رح ازعل منك. يعني قاعده عندكم بالبيت ضيفه ثقيله، واخوك عم يتحمل مشاكل وقصص هو ما له دخل فيها، هاد غير الدرك يلي كل يوم والتاني عم يجوا يفتشوا البيت. الناس لبعضها تقبريني، وبعدين بالنسبه لاخي مواس هو هيك من يوم ما الله خلقه، ما بيحب الظلم والاذى لحدا، بقى الله يرضى عليك، ما بقى تحكي معي هذا الحكي مره ثانيه. حاضر. الله وكيلك يا مختار، عم نام بالبوايكية وفيق بالبوايكية وقضي كل. يا قضاي يا قضاي. خير شو في؟ هاي يا قضاي، أنا أصل كركون قدام الباب واليوز باشا حاطط الشر بين عيونه. يا باطل. شو يا سلاف؟ شو يا حرمة؟ يبدو
بدك تضطريني استخدم عناصري؟ ليش حطوكي على الكراكون من شعرك؟ افتحي الباب! حضرة اليوز باشي! اللي بده يحاول يلمس شعرك أو يحاول يزيها بده يقرأ الفاتحة على روحه. بفهم من كلامك إنه سلاف عندك. إيه عندي. أنا اللي أعطيتها الأمان، والمواز لما بيحكي كلمة ما بيتراجع عنها. وعم تقولها وبوشي ما لك خايف. طبعاً. طيب شو رأيك إذا خليت عناصري يلا يشحطوك أبلع الكراكون اللي عندي؟ جري. ليكني قدامك يا حضرة اليوز باشي، قلي شو رح يطلع معك؟ بعرف ما رح يطلع معك شي، لأنك واحد ندل وجبان وخسيس. بعدين لا تخاف، ما رح أقتلك لأني بنت عز وشرف، مالي بنت واحد ندل وجبان وواطي مثلك. وتكبر القصة مختار، قسما بالله العظيم وقت الجد بقلب الحكم دارية على أكبر راس فيهم، ولو كان الحكم دار نفسه. يا لطيف كل هالشي وأكثر من هيك. روي روي أبو ضاي، خلينا بالمهم. هلا مور مختار، الحارة كلها صارت تعرف إنه البنت عندك بالبيت، وأنت أصيل وابن أصول، ما بيجوز بنت غريبة تكون بالبيت وأنت موجود. بس هي ما رح تضل غريبة، وما رح اسمح لحدا يجيب معدلة بالعاطل. أنا رح أكتب كتابي عليها على سنة الله ورسوله. لك أصيل وبتضلك أصيل. معيتك مختار. والله شكله جوزك راحت عليه يا سناء، ظهري انكسر ومشي حالي. يبعت لي حمى، ببوس إيدك ما تحكي هذا الحكي، بكرة بترجع مثل أول وأحسن. يا الله 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 يا الله. ما عاش ولا كان اللي بده يزلك تقبرني. رفيقك وحب يساعدك، شو فيها؟ ما انت ياما مساعد العالم. هيك سناء اسمعيني، انا بجوز مرضي الطويل وما بعرف اصلا اذا بقوم منها ولا لا، بقى انا ما بدي اصرمك معي يا بنت الناس. اذا بدك تروحي تشوفي حياتك انا ما بمنعك. نعمي شو هالحكي؟ تحرم علي الرجال من بعدك. لك انا مستعده ضل خدامي تحت رجليك هدول لحتى اموت، وانت بعمرك ما حرمتني من شيء. يا سناء يا سناء افهمي علي. خلص عزام، شو شايفني قليله قصر؟ والله زعلت منك. بعدين انا بحبك وبموت فيك، انت تاج على راسي من فوق. الله يخلي لي اياك، هي ازمه وبتعدي. روق قايمه اعمل لك هيك اكلت وبيعظمك فيها. وإذا بتاخديني معك يا نرجس بتكوني فضلتي علي، يعني مثل ما بتعرفي جوزي مرضان ومو قدراني يروح الشغل، وكسرت خبز بالبيت ما في. طيب بدك تقلي له لجوزك؟ لا يو ما رح أقول له، ما بيهون عليه. يو شبكي بدك تروحي بدون ما تقولي لجوزك؟ ما بيصير. خلاص انت خديني وانا بتصرف. طيب يا ستي رح اخذك معي. كتر خيرك. ابن عمي من بعد اذنك فيني روح شق على عمتي، بتعرف انت هي مريضه ووحدانيه وما في حدا يخدمها. ايه لا واجبك تروحي تعينيها وتساعديها. مظبوط، بس رح تطولي عندها؟ لا ابن عمي، هي شغلت كل يوم ساعه ساعتين زمان.
توكلي على الله. لك الله يخلي لي اياك يا رب ويقيمك بالسلامه. تقبر عيوني يا ابن عمي، كثير بحبك. بدك شيء ابن عمي؟ انا رايحه. لا ما بدي غير سلامتك. يلا بخاطرك. مع السلامه. جايب المصاري هدول من خير الله بخيرك ابن عمي، وانا كنت قايمه قرشين على جنب من المصروف اللي كنت تعطيني اياه. عمتك شلونها؟ امو خطيه علي عليها ان شاء الله، تعبانه كثير، امو قدرانه تقوم من فرشتها. مطوله روحاتك لعندها؟ والله ما بعرف يا ابن عمي، ايش كان انت متضايق؟ خلص بلا هالروح بطل روح. لا خلاص روحي بتكسبي ثواب. الله يخلي لي اياك يا رب، عم غير أبعي. لا يا سناء، معقولة تكوني عم تكسبي علي؟ معقولة تكوني مخبية شيء؟ معقولة تكون مثله؟ أنت متأكد إنه اللي شفته مرتي؟ معلوم متأكد، ما بخربت فيها بنوب أنا. شفتها فاتت على البيت، قعدت 3 ساعات بعدين طلعت. بيت لمين؟ والله ما بعرف. يعني حاولت أدقدس هيك وهيك ما قدرت أعرف لمين. وين صاير البيت؟ يا سيدي وين خان أسعد باشا؟ حطوا على يمينك. والله رايح دغري هيك بس بس صدر. في باب كبير عرفته؟ معقول سناء تكون عايبة؟ معقول تخوني؟ كل هالطيبة والمسكنة تطلع كذب كذب. بسيطة تحاسب. طلبت الطلاق منه، لا خلقه منه لأنه مريض، راحت حردت عند بيت أهلها وتركته بالفرشة ملعوش. يا حرام هالولا، شو هالقلة الأصل هي؟ وحدة بتترك جوزها وهو بهيك حالي؟ لك لما كان بصحته ما كان مقصر عليها بشي. حبيبي أنت شو مفكر النسوان كلهم هيك؟ مثل القطاط أكالين نكارين. هي مرته لسعده بعد ما شلحته اللي فوقه واللي تحته، خانته وهربت مع غيره. شو هالنسوان هي؟ بس ليش شكيب يعني؟ هلا مو كل اصابيعك مثل بعضها؟ لا لا عزام، انا بخالفك بهذا الموضوع، كلهم نفس الطينه. بتشعلهم اصابيعك العشره، بس تاثر عليهم نتفه هيك قدها ببيعوك بقشه بصله. نحن ما متنا بس شفنا اللي ماتوا.
هي بلشتي مره وحدانيه وما لها معين غير الله وانا، بجي بقوم بخدمتها وهي ما بتقصر معي. انا والله كنت بدي اقول لها خايفه تزعل مني، ما هان علي شوفك عم تمد ايدك للناس وتحتاجه. الحمد لله على سلامتك ابن عمي. يا عايبة يا خايبة، يا عايبة يا خايبة. يا بي يا بي والله العظيم الموضوع ولا مثل ما ولا حرف ولا حرف. ما تحدي يا اخوي اسمرت يا بي والله العظيم ولا حرف. يا عايبة عم تفوتي على بيت غريب مع رجال ما معروف رعد ابو منين، معناتها الكلام صحيح اللي جاني. لا يا بي والله لا يشرب. لا يا بي بدي تحكي لي شعرك الموضوع يا بي. لا لا يا بي لا والله. شو؟ أخي قتل صفية؟ لك شو القصة؟ إيه يا أمو، صفية طلعت عايبة. بتعرفي شو يعني عايبة؟ خالي لقطة مع الشب وعقله ما استحمله قام ذبحها. قولي علي عليك يا أخي، انكسر ظهره. هي البنت الآدمية الطيبة يطلع منها هذا الشيء؟ إيه الحمد لله ما تورطت، كنت أنا اللي ابتليت. لكن يا مرت عمي مشان تعرفي انه احساسي بمحله، انه هي البنت ما لها نظيفه. بترجاك يا ابو صفيه بترجاك بوس ايدك، ابني عم يموت وما ضل حكيم عم يقول لي ما له دواء. يا ابني الحرام، لك بفكرك انك تنفذ بعملتك السوداء اللي عملتها معي؟ لك انا قتلت بنتي صفيه بايدي بايدي. رحت دقدست عن بيتك وعرفت عيلتك وعرفت ابنك وعطيته الخلطة اللي سمه راح تشوفه عم يموت شوي شوي قدام عيونك. روح خلي القهر خلي القهر اللي عم يحرق قلبي يحرق قلبك. روح يلا بوس يا ابو صفية، بوس ايدك لا تكسر ظهري بابني. والله ما عندي غيره، انا جاهز للي بدك اياه يلي بدك اياه بعمله، بس ابني معي. الله كبير، الغضب وفورة الدم خلوني اقتل صفية بنتي صفية، بس حاسس انه بريئة. كل يوم بتجي وتصرخ بمنامي انا يا ابي بريئة بريئة يا ابي بريئة بريئة. خلتني اقتلها ليش؟ شلون؟ انت الوحيد اللي بيعرف الحقيقة، هلا بدك تقول كل الحقيقة او خلي ابنك يموت شوي شوي قدام عيونك. انا معي الخلطة اللي تخلي السم يطلع من جسمه، بس خليك تدوق القهر اللي انا ذقته. ايه ممكن كون ظلمتها، ظلمتها لبنتي صفية، بس ما ممكن ما ممكن اقتلها. بس لما شفتها على الباب معك طار عقلي وقتلتها. وكل الله ابو صفية، انا مستعد احكي لك اللي بدك اياه، بس ابني ضل عايش. الله وكيلك بنتك بريئة. انا بعرف قديش بتكرهيها لصفية وبتتمني تشوفي القرود السود وما تشوفيها، وانا شرح مثلي مثلك. معناها لما هربت من عندي صفية راحت لعنكم؟ ايه بعدي اجت لعنا، ومرت عمي وجوزي شايفينها ومو مصدقين، وانا هاد الوضع مو عاجبني بنوم، لهيك عم فكر بخطة تخلصني منها انا وانتي، وبدي مساعدتك. زمرد انا شو ما بدك بعمل، المهم صفية ما ترجع لعندي لهون على البيت. ابوها لصفية إذا شاف بنته عاملة لعيبة ما رح يتحملوا عقله، وخصوصي إذا شاف هاد الشي بعينه. ما عم بفهم عليكي، اشرحي لي أكثر، فهميني شو بدك تعملي. يا هنية خانو، أنا لحالي ما بقدر أعمل شي، لهيك بدي مساعدتك. بدي إياكي تشوفي لي شب يكون قبضاي ومعبود المصاري ولسانه قصير، وأنا وياها منتفق على الخطة، وأنا بدفع المصاري ومعه من المتليك للمية. ولي على قامتي عليكي يا صفية، اليوم أبوكي شافني بالسوق وصرخ علي قدام كل الخلايق وشاكك إنك تكوني عنا، واليوم بعد الظهر رح يجي ويتأكد بذات نفسه. أنت بتعرفي يا صفية إذا إجا لهون شو رح يصير مشاكل. أبي أعرف إني هون، يا ربي دخيلك شو بدي أعمل. على
لا تاكلي هم تقبريني، انا فكرت لك بحل، بس اهم شيء لا حماتي ولا عادل يدروا بالشي اللي رح اقول لك اياه، لانه اذا عرفوا انه ابوك هددني بالسوق وصرخ علي رح تصير مشاكل الى اول ما الى اخر، ونحن ما ناقصنا لا انا ولا انت. لا تاكلي هم، لا تاكلي هم، ما رح احكي لحدا شيء بنوم، بس ببوس ايديك قولي لي شو الحل يلي عندك. اسمعي لي قلك، انا حاكيت اخي وقلت له على قصتك، وهو دبر لك غرفه بيت وحده اختياره مستوره، منه بتديري بالك علي، ومنه اذا حدا سالنا عنك بنقول له طلعتي برا البيت وما بنعرف عنك شيء. هاد انسب حل يا صفيه، فهمانه؟ بوس ايديك تساعديني، وبوعدك ما رح انسى لك هالمعروف بحياتي. ايه طبعا اكيد اكيد رح ساعدك، بس مثل ما قلت لك ولا كلمه ما بتفتحي تمك بحرف. يعطيك العافيه يا اخي. الله يعافيك يا اختي، الله يعافيك. انت صفيه؟ ايه انا صفيه. حضرتك حمدي اخوها الزمرد؟ ايه انا حمدي. اخي البيت يلي استكريت لي اياه بعيد من هون؟ لا لا اختي، ليكو بقفى الحاره، هلا باخذك بفوتك لعند المره، بتديري بالك عليها، والمسويات ببعث لك زمرد تشق عليكي اذا لازمك شيء. كتر خيرك يا اخي. لا اختي ولو خير الله. يلا تفضلي الحقيني. بنتك بريئة وأبرأ من البراءة، بس اللي صار كان ملعوب من حرمتك وكنت أختك زمرد. أجوا لعندي وعطوني مصاري وقالوا لي أعمل اللي أنا عملته. بعتت شاب من الحارة لحتى يجي يقلك إنه بنتك عم تطلع مع شاب غريب، بس الله وكيلك إنه هي مظلومة وأنا ندمان. والله العظيم والله العظيم إني ندمان وجاهز للعقاب اللي بدك إياه. وشو بدك أنا تحت أمرتك؟ بس ابني الله يوفقك لا تدوقني نفس الشيء اللي دوقتك يا صل. عيطي ولا شيء، بدي المصاري واحمل حالي وروح. يا ناس بعد عندي لك، بعد عندي لك. وين حاطة المصاري؟ خلصيني بعد هيك. وين هالحية؟ وين هالمجرمة؟ وين يا اخي؟ مين هالمجرمة يلي ما بتخاف الله؟ لك كنتك، كنتك مرت ابنك وهنية حرمتي، عملوا حيلة وقتلت بنتي صفية على أساسها. لك شو عاملتن؟ شو عاملتن؟ وينها؟ وينها الحية؟ وينها؟ لك خالي كرمال الله هذا شوي فهمني شو عم تحكي، شو القصة؟ ولك يا عادل، مرتك زمرد ومرتي هنية اتفقوا مع رجال غريب وضحكوا على بنتي صفية وخبروني روح شوفها مع الغريب، وقتلت بإيدي، صور قتلت بنتي بإيدي. الرجال الغريب راح وهنية شعطت بإيدي لكراكون، وحمدي أكل حسابه، ما بقيان غير زمرد. وينا العين بالعين والسن بالسن والبادي عظم؟ وينا؟ وينا المجرمة؟ وينا؟ روخا ما عاد في داعي تحتسب لحدا، رب العالمين أخذ لك حق بنتك من زمرد. عادل شو عم تحكي؟ زمرد ماتت والله أخذ لك حقها وتعاقبت من رب العالمين ومشي الحال. عادل عم تضحك علي بكلمتين؟ لا تنفذ مرتك. وين المجرمة؟ وينها؟ لا ورحمة أبي يا خالي ما عم بضحك عليك،
في حرامي فات لعنا على البيت، سرق الذهبات وقتل لزمرد. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. الحياة لازم تكون عادلة والحق لازم ينتصر. الله يرحمك يا صفية، الله يرحمك يا بنتي، الله يرحمك. هلا بتهدى روحك، بتهدى روحك بأبرد. ما صفى غيري، أنا رح سلم حالي للكركون على إذنكم. أخي، أخي Mm-hmm.